مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم اليوم؟ عيد ميلادي. Happy birthday. فبهاي المناسبة قررت أعدل قرارات. قررت من هسه أدخل للجيم والتزم بالنظام الغذائي وأقطع السكريات والنشويات والكربوهيدرات والتزم بالتمارين، لأنه الصحة أهم شيء بالحياة. وقررت أدرس ماركتينج، تعرفون أن أكثر شيء هسه حاليا متداول هو التسويق الرقمي، شلون حتى أسوي شغل خاص بي، واحد يدوج من روتين اليومي ويروح ويجي على الدوام وينتظر رأس الشهر. وراح أدرس كورس للغة الإنجليزية وأحسن لغتي، وراح أطور مهاراتي بالحاسوب، وراح أدرس تصميم حتى أكون منافس قوي بسوق العمل. وراح أشترك أونلاين ويا أحد مدربي اليوغا حتى يصير عندي تأمل وأسوي بلانس للعقل وأكون جاهز ذهنيا لأخوض غمار العمل. وقررت أدخل كورس عن الإتيكيت حتى أعرف شلون أتعامل مع الناس باللباقة، وشلون أكسب الناس، وشلون أتعامل مع نفسي ومع مظهري الخارجي، وشلون أمشي بالشارع، وشلون أتناول الأكل، وشلون أشرب المي، وشلون أتعامل مع صحتي النفسية. بخصوص الشرب المي، جماعة الأتيكيت، وأنا قررت من هسه أدخن. صح قبل شوية قلت الصحة أهم شي بالحياة، بس راح أدخن فقط على مود البرستيج. اليوم برستيج أهم شي، مو قلنا راح ندرس الأتيكيت؟ اللي ما عارف شنو هو البرستيج يروح على جوجل فورا. واحد هيج يشيل السيجارة هيج يدخن، هسه راح أجرب شلون راح أدخن. يخوض غمار الحرب مبتسما وينثني وسنان الربح مغتضب. البرستيج اهم شيء، اهم شيء البرستيج. واكيد راح اغير ذوق الاستماع للموسيقى بعد ما راح اسمع لا شام ولا راح اسمع سيم نبيل، ممكن تدخل قلبي وتسحب، راح اسمع محمد رمضان، راح ارجع اسمع صلاح البحر، وراح اسمع حاتم يوسف، وراح اسمع فهد شاكر، فؤاد، واكيد راح ارجع واقرا كتب الفلسفه، دوستويفسكي، نيتشه، افلاطون، وراح اربي اللحيه، وراح اطول شعري، وراح البس النظاره، وراح اقرا الكتب واشرب القهوه، وراح اسوي روزنامة بخصوص كل الكلام اللي حكيته. اللي ما عارف شنو هو روزنامة، هو جدول زمني لفتره طويله عن النشاطات والاستراحات والعطلات والمهام وكل شيء راح اكتب بيه وراح اطبقه. Eat, eat, eat.